عسلامة عسلامة مرحبا بيك من اسكل في فيديو جديد وفي وصفة جديدة اليوم كالعادة طليت عليكم طولت شقان فتر تعمل 66 كيف باش نعملوا بعضنا مقرونة بالصلصة بالكروفيت باش نعمل شوربة باش نعمل دي باركيت باش نعمل عصير دانو وباش نعمل سلايتا وتحلية للسهرية هذه هي التحلية متاعنا شوية كريم شونتي وفريز وبسكويت سايدة عملت بهم دي مزيانين برشا باهي توا باش نبداو اول حاجه باش نفوحوا الشوربه والمقرونه بالصلصه ونخليهم يطيبوا على راحتهم ومن بعد نتعداو للتحليه نتاعنا حطيت البصل وصبيت شويه زيت خليتهم يتقلوا شويه باش نحط الصوص نتاع المقرونه كعبه الكروفيت باش نخليهم زادوا هما يتقلوا شويه مع الزيت والبصل ونحط لهم شويه ثوم ومن بعد نفوحهم ونخلي إيه الصوص نتاعنا تيب على راحتها ومن بعد باش نفوح الشوربه عادة مغرفه نتاع ماكله ناقصه شوي طماطم شويه تابل شويه فلفل اكحل شويه كركم وكل حاجه شويه شويه من بعد نحط لها شويه كيس الشوربه وشويه الحمص و... واللحمه ونخليها تيب على راحتها سويعه من زمان ولا حتى كان اكثر هذه الصوص تاع المقرونه حطيت لها قلت لكم الكروفيت والبصل والزيت يتقلي وزيتهم شويه ثوم بعد ما يتقلاو الكروفيت والحاجات هذوك ملي حطيتهم الكل باش نصب لها شويه ماء نفوحها بالطبيعه قبل الطماطم وفلفل حلو ملح وكركم وفلفل زينه ونخليهم يتقلوا شويه وبعد نزيدها من الماء ونخليها تيب على راحتها ما تقعدش برشا امينا كعبات الكروفيت مانيش باش نخليهم باش دوبا يتقلاو شويه يتفوحوا نخرجهم خاطر في ساعه يطيبوا هكاك يتهرو يتهروا ما يعني المستحسن انك تخرج نحيهم يعني من الطنجره تحطهم في صحن ونخلي الصوص تيب على راحتها حكايه نصايف ساعه هكاك باش ما تجيناش الطماطم فيها القروسيه ومن بعد نرجع لها كعبه خليها تغلي دقيقة ولا دقيقتين من بعد نطفي عليها خاطر هي الكروفي تدرج سبعة دقايق هكاك تي ما تقعدش برشا راه هذيك الشوربه بريسك سايي طوب نحط لها طريف الحمص ونخليها تي على راحتها هذوك مكعبات الكروفيت تقلو شويه مع شويه بصل وثوم حطيت لهم مغرفه كركم باش نحط شطر مغرفه فلفل اكحل مغرفه ملح باش نحط حكايه ثلاثه مغارف طماطم ومغرفه فلفل زينه ونخليهم يطيبوا على راحتهم الكروفيت شو نطيبها شويه برك اكهو وبعد نخرجهم كعبات الكروفيت ونخلي الصوص تطيب على راحتها حكايه نصايف ساعه هنا المقرونه اللي باش نعملها اليوم هي مقرونه ابلومه تجي بنينه برشا خصوصا كي تبدا هكا مع الكروفيت نحسها تمشي يا الفل يا البلومه يا سباغيتي معناتها هاكا حطيت ورقات الرند وباش نحط لها شويه الطماطم والفلفل زينه ونخليها تيب كيما قلت لكم نزيدوها شويه ماء باش تتحل الطماطم ونجمو نحركوها على راحتها الماء مذابينا ديما يبدا سخون و يعني يبدا سخون بجنبنا ما يغلي خير خير من نسقوها بالماء بارد هكاك تولي الماكله نتاعنا ما بنينه هاكا سايزتها مغرفه الفلفل زينه وباش نزيدها شويه ماء نخلي الكريفيت تغلي شوية دقيقة ولا دقيقتين أخرين وباش نخرجها نحطها في صحن والصوص ننقص في الغاز ونخليها تيب على راحتها حتى تخرج زيتها وكي تحبوا حطوا لها فلفل أخضر في الأخر في يزيد يبننها أكثر وتوا باش نتعداو للعصير نتاع الدناو اللي باش نعملوه مع بعضنا حاجه بنينه برشا وسهله وصحيه في نفس الوقت انا حبيت نوريكم باكل العصير هذاك باش نقولكم راه باش نعمل كيف باه خديت اربع كعبات برقدين كعبة قارص كعبتين بنان ارتلص في النار كيس حليب كيس سكر مية غرام فيه وخديت كعبتين ياغورت مطعم خوخ تحبوا تاخذوا خوخ ولا مش ماش؟ انا خديت كعبتين خوخ باش نقص توا في نحطها في الكسرونه ونخليها تيب على راحتها حتى تتهرى على الاخر يعني كي نمسها هكا فرشيطه نقاها ذيبه بالكدا من بعد باش نرحي السفناري هذيك ونعصر كعبات البرقدان ونعصر القارص ونحطهم الكل في الربو ويتركزوا مع بعضهم ويكون العصير دنا نتاعنا حاضر بنين برشا ومشتهي على الاخر قبل حتى من عصير الشارع اغز المكونات فيه كلهم حاجات بنين وصحيين وما مفعل الناس الكل وخصوصا كي يتحط في الفريجيدير ويبرد شويه زيد بنا على بن هاكا باش نصب لهم الماء ونخليهم يطيبوا على راحتهم عصير صحي وفرشكو وبنين بنين 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 على الاخر باهي تو باش نتعداو للتحليه نتاع السهريه عندي شويه فريز قصيتو عندي باكو بسكويت سايد رحيتو عندي كريم شونتي بالشوكولا زادا كيف كيف ركبت النوع هذاك هاوكا لما حاله مش انا اللي الكريم شونتي بنتي هي اللي عملت كل شيء وهي اللي باش تعمل لنا التحليه نتاعنا هكا توري فيكم باش تزين بها من فوق توا باش تاخو اول حاجة باش تبدأ بها الكوبيت هذوكم باش تحط بسكويت ومن بعد تحط شوية فريز وبعد تحط شوية كريم شونتي وشوكولا وتعاود كل مرة تعاود حتى تكمل الكأس الكل التحلية هذه سهلة برشا مكوناتها بسيطة على الاخر يعني اي واحد ينجم يعملها يبدا مزروب ولا حاجة في ساعة في سا يرحي شوية بسكويت ويقص الفريز والكريم شونتي في ساعة في ساعة تتركض يحل ساشي يحط معها شوية ماء ويركضها يخليها شوية في الفريجيدير وهكي تكون حاضرة يحطها كي حطت هي توا شوية بسكويت وبعد حط الفريز ومن بعد تحط لهم الكريم شونتي ومن بعد تعاود مرة اخرى نفس الحكاية حاجة سهلة على الاخر وبسيطة في نفس الوقت جيت بنينه بنينه على الاخر في الفريجيدير حكايه ساعتين ولا ثلاثه سوايع جيت بنينه بالكدا معناتها الحلوية تذومة يلزمهم يقعدوا شوية في الفريجيدير باش يظهر المطعم نتاعهم أكثر، هاكا غادي جات باش تحط كريم شونتي <applause> معرفتش كيفاش قدها. نجم راهو من غير بوش انا حطيت كريم شونتي في البوش باش نجم تخدمها اسهل يعني بالمغرفه وتقدو حاجه سهله برشا هذيك بسكويت سايده من عاش كان قلت باكو واحد هاكا حيتو وحطيتو نستان فيه ما زلتو حط شيء يعني خليتو شيء حكيت يحاول واحد يعمل هكا حاجه خفيفه سهله وفي نفس الوقت بنينه ماهيش قويه معناتها هاكا تو باش تعاود تزيدهم مرة أخرى ودوبا تزينهم من فوق وتحطلهم لهم بسكويت رينجو بسكويت ستار تزين بيهم من فوق والفريز زاده ما حطيت له حتى حط شيء لا حطيت له سكر لا حطيت زهر لا حتى شيء خليته ما انتهى هكاك مقصوص وكهو ما زدنا حتى شيء توا هيك باش تزينهم بهذوكم حابه تحطهم بالطريقه هذيك توا قلت لكم يعني زوز كوبيت هاو ومن بعد توا تكملو خلين حابه توريكم معناتها الطريقه كيفاه ها هو البسكويت اللي خلينا نحكي لكم عليه باش تحط منه زاده من فوق هكا حاجه سهله وبنينه على الاخر ريتهم أحليهما. توا باش نتعداو للعصير الدناوم تاعنا باش نكملو نحضروه مع بعضنا حاجه بنينه برشا اللي هي متكونه من حاجات بساط وبنين وصحيين على الاخر في في توا طابت بقى فيها شويه ماء ما نشحتش على الاخر او كرحيتها حتي في المولينيكس وحيتها بالكدا بالكدا حتى الولد رطبة على الاخر باش نحط لها كعبه القاس بعد ما صارتها باش نحط لها السكر هذوك 100 غرام كان تحبوا تزيدوا تزيدوا سكر تنجموا تحطوا حتى 150 غرام يعني باش يجيك محلو اكثر بالنسبه لي انا الحلاوه نتاعو هذيك جات معتدله وباهيه صفا 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 تو زدت كاس الحليب زدت كاس العصير العصير هذاك معناتها حكايه 200 ملل كيكة وحطيتهم تركزوا بالكدا بالكدا اخزروا لهم اللون نتاعهم محلاه هو ديجا هكايا راهو بنين على الاخر السكر وكل شيء والحليب والبرقدين والسفناريا اللي جاي يجوبني ما احنا باش نتحصلوا على عصير الدناو اللي نشريو فيه حاضر لازمنا نزيدوا القوم تاع الخوخ والقوم تاع الخوخ نلقاوه كان في الياغورت هذيك على خديت كابتين ياغورت خوخ باش نزيدهم لهم والبنان باش يزيد يبنن اكثر ويخثر العصير شوي البنان تنجموا تستغنوا عليه ولا تحطوا كعبه واحده ديجا هاني قلت لكم هو هكايا معناتها ريحته فاوحة على الاخر كي اللي انا نعصر فيه يعني البرقدان والحليب والسفناريه والسكر وعصره القارص هذيك ديجا معناتها بنين وريحته فاوح وتوا كي زدناه الياغورت والبانان مشي ولينا كيما عصير دانو بالضبط يعني حاجه صحيه وبنينا برشا وخصوصا هكا في رمضان واحد يروي بها روحه وكان لازم حتى, يعني حتى في الصحور حتى في السحور يعمل يعني يصب في كاس ويقوم يتسحر يشرب الكاس هذاك ويرجع يرقد هاو فيه مصلي عني بمنافع صافية حليب وبرقدان وبنان معناتها كل شيء فيه ما يستحقش يزيد ياكل مع حاجه اخرى وإلا في السهره يا بالطبيعة في عود حاجه حلوه وغزلوا اللون نتاعو محلي ما باش نحط له انا صبيتهم غاديك على خاطر المولينيكس وليت لي معبية على الاخر خفت نزيد نحط البنان تفيد منه من هاكا قسمتهم كعبات البنان حطيتهم غادي باش نبدا نهز بشويه ونرحي ومن بعد تنوريهم صبهم في قمصان ونوريهمكم كون كيفاش جاوني محلاه يعني انا كي قصيت البنان غادي باش نبدا نهز بشويه ونحط ونرحي حتى ما نجمش نصبهم الكل وتوليلي لي معبيه برشا ننصحكم تجربوه عصير ناجح وبنين وفي وحان الاخر حتى من كي نحصل فيه ريحته محليها خارج ريحه البرقدين والقارس وكل شيء هاو كتاو بعد ما حطيت البنان خذيت يعني الشطر متاعهم هذوكم رحيتهم ومن بعد زدتهم الشطر الاخر هاو جاتني معناتها ال اله محمد رسول الله الكميه كبيره معناتها ززت زازتنا العائله الكل وفضل منها مصلي عني النبي عملت لي يمكن عشرة كيسان هكاك نتاع عصير ريتو كيفاش ريتو التكستير نتاعو محلاها خاثر شويه وبني راهو تنجمو زيد انا حسيتو عملتها خاثر هذي. انا انا عجبني هكاك كان تحبو زيدوه مثلا كاس اخر حليب ولا كاس اخر ماء زيد صباح ما يجيكمش خايب والسكر هاني قلت لكم الحلاوة متاعه معتدلة هذيك يعني بالضبط إذا كنت حبوه حلو أكثر أعملوا كيس وشطر سكر كنت حبوه ناقص السكر أعملوا شطر كيس برك هذيك الكيس فيه مية جرام جي سباريتوها تكستور متاعه حاجة بنينة وصحية أو كحبيت نوريكم العصير اللي في الدنول الأصلي معناتها اللي في الباكو كيفاش يشبه له بالضبط اما انا اخثر منه شويه جاي انا حبيته خاثرك كان قلت لكم اخف كيما اللي في الباكويت زيدوه شويه ماء ولا شويه حليب وقت اللي تجيو تركزوا اخف ولا تنقصوا البناء حاسيلو ما نحكي لكم بنين 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 على الاخر حاولوا تجربوه وتحطوا لي رايكم في الكومنتير كومونتير توا توا الشقان فاطم تاعنا حاضره كل شي حطيتو فوق الطاوله هذيك المقرونه بالصاصة بالكروفيت البنه ما نحكي لكمش بناتي اصلا حبوا يبداو بها هي قبل قبل الشوربه والسلاطه هذوكم لي باركيت هذيك الشوربه مازالت سخونه تفور أه حطيت العصير دنا باش نوريه لكم هكا زاد على الطاوله هذيك السلايطه زدتها شويه مايس اليوم ولي فيغين نتاعنا نتاع حلو السهريه نتاعنا وتوا ما بقى لي كان باش نقول لكم باي باي بالسلامه الناس كل ما تنسونيش بالجيم ولا بوني تفعيل الجرس وشاهيه طيبه